حول هذا الموضوع ينضم إلينا إياد زيتوني، مدير شركة زيتوني للعلاج الطبيعي. أهلا بك. صباحكم الله يبارك فيك. أيضا ينضم إلينا دكتور محمد الطاهر، طبيب عام هو في قونيا. صباح الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، صباح الخيرات للجميع. يا هلا بكم. رح أبدأ معك أستاذ إياد، يعني عرفنا أكثر على الطب البديل، ما هي أدواته وماذا يعالج؟ الطب البديل هو علم قائم بذاته، هو أساس الطب. أبو بكر الرازي هو من أسس الطب البديل واستمر إلى الآن، طبعا طوره ابن سينا ووصل إلى ما وصل إليه الآن. يعني هل الطب البديل هو فقط الزهورات والأعشاب أو في له امتداد آخر؟ لا، في، هو علم كبير جدا، يعني في العلاج بالعسل ومنتجاته، الزيوت الطبية، المقطرات، يعني كل ما يتطور العلم نصل إلى تطور أكبر. يعني ما أكثر الأمراض التي يعالجها؟ الأمراض الناجحة بشكل ناجح، بشكل عام أمراض الجلدية، الأمراض الداخلية، يعني أغلب الأمراض. دكتور محمد بدي أنتقل لك، مكملين معك إياد. دكتور محمد، هل أنت مع ما يسمى الطب البديل؟ لأنه أغلب الأطباء اليوم ما بيحبوا هاي التسمية، أنه يطلق عليه الطب البديل. هو نوع من أنواع المعالجات ولكن ليس طب بديل، لأنه الطب يقال أنه ليس له بديل. تفضل. صحيح، أنا يعطيك العافية، أنا مع فكرة أنه لا يوجد للطب بديل. أولاً الطب التقليدي هو طب قائم على علم ودراسات. هل يوجد طبيب في الطب التقليدي لا يحمل شهادة؟ ولكن لا يوجد من يحمل شهادة في الطب البديل كما سميته. هذا أولاً. ثانياً، وهي أحد أكبر مشاكل الطب البديل الذي نتكلم عنه، لا يوجد دراسات. سأضرب لك مثال. فضل. أول مثال، زيت الخروع هي مادة تعالج الإمساك، ولكن لو ذهب أحدهم وحصل على 4 بذور من بذور الخروع مع القشور وتناولها سيموت، يوجد في القشور مادة سامة، فلا يوجد دراسات. مثال آخر، ويأتي إلي في العيادة الكثير من يتكلم في هذا الأمر، دكتور أنا معي فقر دم وما بدي أخذ حديد وكيميائي، أنا بفضل أعتمد على الغذاء في ذلك. تمام، كل 10 كيلو خس و10 كيلو سبانخ كل يوم نتعوض حبة الحديد اللي هي عبارة عن مادة مستخلصة من الحديد، يعني مستخلصة من النبات. تمام، لا معنى بتقدر تأكل هذه الكمية. فالطب الحديث، طب التقليدي، طب أساسا 70% منه من النباتات ولكن بشكل مدروس، فبدل أكل 30 كيلو من الورقيات نستخلص هذه المادة ونحصل على التابلت الحبة الكبسولة الحديد. هذه الفكرة. لكن لا يوجد دراسات في الطب البديل أبدا. وأهم يعني شيء، دكتور، اعتراضك اليوم أنه من يقدم هذا العلاج ليس حاصل على شهادة علمية، ولكن أنت مع ربما ببعض العلاجات أنه يتم استخدام بعض الأعشاب، أو حتى أنت تنفي هذه الفكرة؟ ممكن. أنت لست مع كان هناك دراسات. أنا مع ذلك ممكن. بضرب لك مثال مفيد شائع جدا من المرضى المسنين كبار السن، الأمراض المزمنة، ارتفاع الشحوم والكوليسترول. تمام، نحن نعطي علاج كيميائي، فأحيانا بيقول المريض هل يوجد دواء غذاء يساعد أكثر؟ تمام، يوجد الكركديه اللي هو الشاي الأحمر بالترك الهيبوس، كأس منه بعد الغداء كل يوم يساعد على خفض الشحوم، لا مانع في ذلك لأن هذا الأمر مدروس في كليات. ولكنه لا يكفي، هل يكفي؟ لا يكفي أبدا، يساعد، مساعد، علاج مساعد فقط. أما حقيقة لو كان يكفي كان شركات الأدوية لغت الأدوية الخافضة للشحوم واستبدلته بالكركديه. طيب، ابقى معنا دكتور، ما رأيك أستاذ إياد؟ أنتم دائما محاربين. نعم. كيف بتدافعوا على كل على النقاط اللي ذكرها الدكتور محمد؟ الطب التقليدي والطب العشبي هو طب متكامل، نحن لا ننفي هذا الطب ولا ننفي هذا. حتى الطب العشبي قائمة دراسات، من يقوم بها هم خبراء وأطباء. يعني والإنترنت موجود، الأبحاث موجودة، ما يقوم بها هم أطباء، لكن من يمارسها هم الخبراء. يعني اللي بيقدم العلاجات هم أطباء. دائما أنتوا على استشارة لطبيب لمعايير معينة؟ طبعاً. ممكن أنه توضع أكثر شيء اليوم يطلب منكم. أنا بعرف
أو ما يشاع اليوم هي الأمراض الجلدية مثلاً، لأنه الناس بتحب تعتمد على الماسكات أو ما يشبه الشيء الطبيعي بعيداً عن شيء الكيماوي. شو أكتر شيء اليوم بيجي لعنكم وبيتم تقديمه، وهل يا ترى كان في شكاوي من بعض الأشخاص أو في حالات للأمانة وصلت لدرجة أنه خلص أنا مستحيل أوثق بهذا العلم إذا فينا نسميه، ولا أنا بدي أرجع للطب؟ هو بحسب من يقوم بهذا العلاج. يعني بعض الناس يعني دخلت على هذا المهنة ومارستها عن طريق أخذ معلومات من الإنترنت أو من أشخاص يعني عامين، فلهذا السبب يعني كان نتائج غير صحيحة، كان نتائج غير صحيحة، وهذا ما أثر بشكل هو سلبي. حضرتك يعني في دراسة لهذا الموضوع ولا خبرة، مجرد خبرة مثلا؟ نحن خبرة وطبعا لا نستغني عن الطب التقليدي. يعني عادة أطلب من المرضى تحاليل قبل أي ما فعل أي شيء. حضرتك تطلب تحاليل طبعاً بناء على أي شيء؟ طبعا في ثقة اليوم من قبل في ثقة المرضى، لأنه هم بكون جربوا العلاجات الطب التقليدي وما استفادوا، فظل هذا أمل. شو أكثر الحالات اللي بتجيكم؟ أي أمراض؟ أي أمراض أكثر شيء؟ كثيرة، يعني مثل القولون العصبي، النفخة، الغازات، تساقط الشعر، أمور كثيرة. يعني القولون العصبي ماذا تصفون له؟ نصف له عندك عشبة المردكوش، الدردار الأحمر، الميرامية أيضا بنسب معينة ولا؟ بنسب طبعا مدروسة. دكتور محمد صحيح؟ ممكن لهذه الأعشاب اليوم؟ أنا سأبدأ من حيث انتهى. لما بيعجزوا من الطب التقليدي بيجوا لعنا، وبالتالي فعليا هن مو لأنه دي ثقتهم بالطب العشبي، ولكن لأنه هاي أمراض مزمنة في الطب التقليدي فما لها علاج أساسا، فبيروحوا لعندهم تمام. ولكن مين عم بيعمل هالدراسة اللي ذكرها، البردقوش والميرامي للكولون العصبي؟ وين النسب؟ وين الدراسات؟ وين المجلات العلمية اللي بتقول حط هيك مع هيك مع هيك بيسوي هيك؟ ما هو واحد من 100,000 ليطلع حدا خبير ومطلع ولا يقدر يدخل هذا العلم، وهذا العلم متخصص فيه الصيادلة، علم الأعشاب بالأساس، ويدرس في كليات صيدلة. اليوم نرجع على أصل المشكلة، أصل المشكلة في الطب العشبي من يدخل إليه 99% لا يحمل شهادات، يضاف مصيبة أخرى هو الموروثات الدينية والتقليدية. إلى الآن الطفل الذي يعاني من يرقام حطوا له سنتوم على أساس الأرقام إلى الآن. طيب مين قال هذا الكلام موروثات وينسب للطب البديل؟ ولكن بالحقيقة ما في دراسات. دكتور هلأ بالنسبة للأعشاب مثلا اللي بتتعامل فيها الأمهات، مثلا أي شخص وجعه بطنه، أو مثلا الفتيات أثناء الدورة الشهرية، الميرمية، الزهورات، هل النباتات هي البسيطة هذا يعتبر طب بديل أو هذه موروثات؟ يعني كلياتنا بصراحة تربينا عليه وما شفنا إلى ضرر، ولكن في إلى فائدة. وأنا منهم. ولكن لو حامل مثلا وأمها بتسعوا لقات لأمها خدي شربي زنجبيل، بروح السالي حقيقة بخففها وبقشع، بس بعملها إجهاض تماما. يعني هون المشكلة، نحن لما ما عم بيكون في دراسات وما في علم بهذا الأمر فهون المشكلة. في كتير أكتر ما بسمعه بالطب البديل على موضوع الحصيات الكلوية وبغلي شغلة وبشربها وكذا، ولكن أحيانا التأثيرات الجانبية لهالمادة أسوأ من الحصاية في الكلى. طب عندك يعني قصص دكتور، عندك قصص لناس استخدموا الأعشاب؟ يعني أنا شخصيا مثلا بعرف أشخاص فيما يخص ارتفاع ضغط الدم والسكري تبعوا بصراحة الأعشاب والوصفات، كان في ضرر. المشكلة تكمن أنه الطب البديل دائما بيروج أصحابه لمن استفاد، ما بيروج لمن تضرر. من تضرر نحن نرى، أما من استفاد هم يروا فقط. هاي المشكلة. يعني اليوم الشركات الأدوية في العالم هي من الشركات الرابحة جدا عالميا، فيعني ما ممكن تترك معلومة تفوتها وتتركها لصاحب أعشاب أو هو يشتغلها، لو يعرفوا فعلا أنه يوميا في معامل عم تركب أدوية وتجرب، فإذا في شيء بيجيهم جاهز فهني ما بيروحوا أبدا. يقال أنه أمريكا من أجل الحبة الزرقاء في بالآخر 2000 ربحت منها ما يعادل منتاج الخليج من النفط 10 سنوات، فتخيل لو هن ديفوتهم هذا الأمر
يعني. وبعدين هذا الامر ما بيفوتهم ابدا 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 يعني هذا. فنحن نكون اذكى منه. مثلا تضرب لكم مثال عن تاثيرات جانبيه. اجتني مريضه عندها اسهال مدمه، خير؟ قال انا في عندي حصيه في الكلى. رحت على طبيب بديل، طب البديل، فقال لي بتجيبي الذره، الذره الورق تبع هذا العرنوس مثل ما بيقولوا الشعر تبعه، بتغلي بتشربي. اي شبشير. اي تمام، بتغلي بتشربي تمام. فكترت وغلت وشرب، هاي ماده تؤدي الى اسهال مدمه عندها، ونزلت الحصيه للامانه يعني مزبوط. انا ما بعرف ايش تاثيرها، ولكن تاثيرها الجانبي انه دخلنا بقصه اكبر نحن حقيقه. فممكن على يعني انت ضد مقوله اذا ما بينفع ما بيضر. حقيقة هذا الكلام خاطئ مليون بالمية. هون المشكلة حقيقة، هو مثل ما بنفع بضر. هناك معلومة مهمة جدا، المادة التي لا تضر لا تنفع. طب دكتور ليش ليش اليوم هلا بدي أسأل أستاذ إياد على هذا الموضوع، ليش اليوم يتم ترخيص وجود مثل هاي الشركات أو حتى الصيدليات التي تتعامل مع هذا الموضوع إذا ما كان إلى فائدة أساسا؟ يعني اليوم اي دوله لما بتحس انه في ضرر بهذا المجال اكيد رح يتم اغلاقه ولا يتم تسميته اساسا طب او تحت مسمى الطب. لما لا يحارب اليوم ومسموح ببعض البلدان؟ استاذ محمد، دكتور، سوري دكتور محمد معي. ايه تفضل. هلا هذا يتبع لسياسه كل دوله، السياسه هذا الامر شيء خاص في سياساتهم. ولكن هلا في اندونيسيا في شركات ما راح اروج اسمها هون، في كثير مشهوره، وماليزيا بالذات، فعندهم ميلان لهذا الامر، فمرخصين شركه وشركتين وثلاثه ومنتجاتها موجوده في الشرق الاوسط كامله وفي تركيا يعني. هذا الامر أمريكا لا ترخص في ذلك، أوروبا لا ترخص في ذلك يعني أبدا، إنما نرخصوا يرخصوا لدواء من منشأ أورغانيك هيك. تماما بعيدا عن موضوع الكيماوي. أستاذ إياد أعطينا اللي عندك هيك، أعطيني تجارب ناجحة للأسف. بالنسبة للتجارب نحن الحمد لله ما بدنا نكون نحن ظالمينك يعني. لا لا أنا هيك حاسس. بنعطيك وقتك نحن بالنسبة للتجارب تجاربنا كبيرة يعني. مهنتنا نحن من 150 سنة إلى اليوم، لو كان هذا العلم غير ناجح لكن شفت العالم خلص وقفوا عن. أعطينا قصص نجاح. في قصص كبيرة مثلا يعني العلاجات القولون، حتى الدكتور فيه يعرف أنه ما له علاج بالكيميائيا. نحن عشبين له أيضا تساقط الشعر، طبعا يرجع دائما أسباب الأمراض الجلدية وأطباء أغلبها. تساقط الشعر شو بتوصفه له؟ نعطي طبعا تركيبة زيوت خلاصات. زيوت أيوة. وفي عنا تركيبة جيل إنبات شعر، بالإضافة إلى ننصح بالغذاء الداخلي اللي هو الأساس. هذا اللي بدي أقول لك إياه، لأنه دائماً تساقط الشعر بيكون بناءً على مرض معين داخل الجسم هو اللي بيؤدي لهذا الشيء بعيداً عن جذور الشعر. والدكتور ذكر أنه دائماً أحياناً الشغلات الجيدة لا تذكر، لكن حالات الوفيات بتكون في المشافي أكثر من استخدام العلاج الأعشاب يعني. أغلب الناس بتموت بالمشافي طبعا. نحن ما عم ننكر انه لازم لأي شخص ما اخذ العلاج حيموت. اي تمام، لكن لا يحصل سميه او اعطيني حاله وفاه من العلاج. ذكر الدكتور كذا حاله. لا ما في وحده. اغلب هلا انا مع الدكتور. ادويه الريجيم اللي تستخدم للدايت عم تؤدي لاغلبها بتكون اعشاب، ويقال انها فقط مستخلص من الاعشاب الطبيعيه، ولكن نحن عم نشوف حالات اليوم عم تروح على المشافي، عم يصير تهتك بالجهاز الهضمي وامراض عصبيه اخرى. ما بعرف اذا بتوافقني الكلام دكتور، صحيح؟ خاصه طبعاً طبعاً. خاصه هاي لانه اغلب هاي العلاجات عم بتكون انه بما يتعلق بموضوع الدايت. رح احكي على الدايت هيك مختصر كلمتين مفيدات. الدايت معظم ما بدخل فيه غير العلم، فعلا بنزل وزنه ولكن بنزل مع شعره، بروح حديد جسمه وبصير اجريها يوجعوها، بصير لونها شاحب، تتمنى ترجع مثل ما كانت بصحتها، ولا هي لانه غالبا عم تعمل سحب للسوائل من الجسم، فعم بجففها، ولاحقا عم بمنع انه الوارد من الفيتامينات يروح نتيجه نوع الاكل ولا تاكلي. فهذا الامر هذا يحتاج حلقه مستقله لحاله، ولكن من يتضرر من الطب البديل هم جماعه الرجيم رقم واحد. طيب بس بدي اسال سؤال لحضرتكم اثنيناتكم، دكتور ممكن انك تنصح حدا بالذهاب الى ما يسمى الطب البديل او
الاستعاضة عن بعض الأدوية الكيماوية بموضوع الأعشاب، وأنت حضرتك إجا لعندك حالات وقلت لهم أنا ما عندي أي حل، ممكن أنكم تروحوا على طبيب معين وخلص ما في عندي علاج. رح أبدأ معك إياد. نحن منقدم دائما العلاجات وقت منشوف الشخص. يعني ولا مرة أنت قلت لحدا إجا لعندك أنه لا روح على طبيب؟ هل من مبدأ تسويقي ولا أنت متأكد أنه عندك لا علاج؟ نحن ما من مبدأ تجاري، دائما نعتمد أنه هي مهنة إنسانية، أنه في علاج لكل شيء إن شاء الله. دكتور محمد، أنا أكيد ما بقول له، بقول له روح على المشفى، مكان أكبر للدراسة والتخصص. ولا حتى مثلا بمرض معين أنه ممكن مثلا مثل ما قلت الكركديه أنه ممكن يساعدك، أو مثلا إذا طلع ضغطك بسرعة تأخذ توم؟ تمام تمام، مساعد شيء، ولكن والاعتماد على شيء. نعم، مع العلاج الدوائي الكيميائي مثل ما بنقول، ولكن بشكل مستقل تابع هنيك كان نحن درسناه ونحن سوينا منه علاج ودواء، فمو منطق، ما بتوافق مع المنطق الطبي يعني. وصلت الفكره. شكرا لك دكتور محمد طاهر، طبيب عام، كنت معنا من قونيا. شكرا لك. تحياتنا لك دكتور اياد زيتوني، مدير شركه زيتوني للعلاج الطبيعي. شكرا لك. شكرا كثير لك. الله يخليكم. صباح الخير.